واضحا جدا جدا. مثلا كما جاء في إنجيل مرقس رقم الكتاب 15 ورقم السطر 16، وفي إنجيل مرقس رقم الكتاب 15 ورقم السطر 15، وفي كتاب داود رقم الكتاب 34 ورقم السطر 20، وفي إنجيل يوحنا رقم الكتاب 19 ورقم السطر 33، وفي إنجيل مرقس رقم الكتاب 9 ورقم السطر 21، وكذلك أيضا 27، وفي إنجيل يوحنا رقم الكتاب 19 ورقم السطر 36، وفي كتاب داود رقم الكتاب 18% ورقم السطر 17 ورقم السطر 18، وفي كتاب الأعمال أكس رقم الكتاب 1 ورقم السطر 3، وفي كتاب المكاشفة رقم الكتاب 5 ورقم السطر 6 ورقم السطر ورقم الكتاب 6 ورقم السطر 9. لو تقرؤون هذه النصوص، هذه مجموعة من النصوص التي نستدل بها، وهذه القصة التفصيلية تثبت لنا أن المسيح عليه الصلاة والسلام ما وقع الموت في حق المسيح عليه الصلاة والسلام أصلا. وكذلك أيضا هناك بعض النصوص في الكتاب المقدس تجدون كلمات جلية جدا أن المسيح عليه الصلاة والسلام حي لم يموت. حسب عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى السماء حيا، وسينزل في آخر الزمان حيا ثم يموت من أشراط الساعة. لو تقرؤون النصوص في الكتاب المقدس، وفي هذه النصوص، وهذه مجموعة من النصوص، تجدون أن هناك بكلمات جلية أن المسيح عليه الصلاة والسلام ما مات أصلا وهو حي، كما جاء في إنجيل متي رقم الكتاب 26 ورقم السطر 39، وفي إنجيل متي رقم الكتاب 26 ورقم السطر 42، وفي إنجيل متي رقم الكتاب 26 ورقم السطر 44، وفي إنجيل مرقس رقم الكتاب 14 ورقم السطر 32 إلى 36، وفي إنجيل لوقا رقم الكتاب 22 ورقم السطر 39 إلى 42 أو إلى 42، وفي إنجيل يوحنا رقم الكتاب 11 ورقم السطر 41، وفي كتاب هبريو أو العبري أو العبري أو الكتاب العبرانية، وفي كتاب هبريو رقم الكتاب 5 ورقم السطر 7. وهذه النصوص لو تدبرتم
ستجدون أن المسيح عليه الصلاة والسلام ما مات أصلا حسب الكتاب المقدس. وكذلك أيضا تجدون في كتاب داود رقم الكتاب 22 ورقم السطر 18، وفي كتاب داود رقم الكتاب 22 ورقم السطر 19، وفي كتاب داود رقم الكتاب 22 ورقم السطر 21 31، 9 بعد 100، رقم السطر 9 بعد 100. فستجدون هذه النصوص تفصيليا، فمعناه ونحن أجبنا وكذلك أيضا أثبتنا من الكتاب المقدس بمجموعات من الأدلة. الدليل الأول هو طفل التثنية ألا تزر وازرة وزر أخرى، والدليل الثاني وفي الحقيقة وهو مجموعة من الأدلة الكثيرة نحو 25 نصا. وأما الدليل الثالث من الكتاب المقدس الذي تفند أو الذي يفند ويخالف عقيدة الصلب والفداء ألا وهو الدليل الثالث، وهو معجزة يونس عليه الصلاة والسلام. والنصارى دائما يدندنون ويحاولون لما نسألهم ما هي العقيدة الأساسية عندكم، هم يقولون العقيدة الأساسية عندنا عقيدة الصلب والفداء. إيش دليلكم؟ هم يقولون معجزة يونس عليه الصلاة والسلام. لما سئل المسيح عليه الصلاة والسلام في حياته بينوا لنا من الآية، فقال المسيح آية من آيات الله وهي معجزة يونس عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء دائما يدندنون حول هذه القصة، حول هذه المعجزة، ولكن في هذه المعجزة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تثبت ما يفيدهم ولا تثبت ما يزعموا. ما يزعمون لا يثبت، لا تثبت هذه الأدلة ما يزعمون، بل معجزة يونس عليه الصلاة والسلام تخالف عقيدة الصلب والفداء. لأن بهذه المعجزة نستطيع أن نثبت أمامهم أن يونس عليه الصلاة والسلام لما ابتلع الحوت، لما ابتلع الحوت يونس عليه الصلاة والسلام قبل ابتلاع الحوت يونس عليه الصلاة والسلام كان حيا، وفي بطن الحوت كان حيا، وبعد خروجها من بطن الحوت يونس عليه الصلاة والسلام كان حيا. وفي هذا النص أين هناك الدليل أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد مات؟ وجه الشبه بين المسيح وبين يونس عليه الصلاة والسلام واضح جدا، وهو أن يونس عليه الصلاة والسلام كان حيا، وكذلك المسيح عليه الصلاة والسلام حي يرزق. وكذلك أيضا الدليل الرابع، وإن الصلب ما وقع أصلا وإلا يستلزم اللعنة على مسيح النصرانية، لأنه قد ورد في سفر التثنية رقم الكتاب 21 ورقم السطر 22 إن المعلق ملعون. ولو قبلنا أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد مات على الصليب فمعناه ملعون، وهو ملعون حسب الكتاب المقدس، فكيف نقبل
هذا في حق المسيح عليه الصلاة والسلام. والنص القاطع الأخير كما يقال الفصل بين النزاع كما يقال. وهذا النص قطعت جهيزة قول كل خطيب كما يقال، القول الفيصل، القول الفصل في موضع النزاع، وهو هذا النص أن هذه العقيدة الأساسية عند النصارى، وهي عقيدة ليست من المسيح ولا من الله سبحانه وتعالى، بل هو من بولس، وهي عقيدة وبذرة بذرها بولس، وقد صرح في رسالته في إحدى رسالته وقال لما أرسل رسالته إلى غاليشيا كما جاء في رقم الكتاب 3 ورقم السطر 1، وقال إن هذه القصة مختلقة ومصنوعة، وقد استعمل كلمة portrayed. portrayed معناه في اللغة الإنجليزية معناه حكاية لا أصل لها، دراما، وهي حكاية ليست حقيقة. فالسؤال ها هنا، لماذا استعمل بولس كلمة portrayed أو portrayed فمعناه حكاية لا حقيقة لها ولا أساس، فمعناه هذه بذرة بذرها بولس وليس هناك أي أثارة من العلم. ثم إن شاء الله في الأخير نحن نريد أن نثبت الأدلة العقلية، الأدلة العقلية نحو 20 من الأدلة العقلية. قبل ذلك كنا أثبتنا أولا، فهمنا ما هي عقيدة الصلب والفداء في 9 نقاط من عقيدة النصارى. ثم بعد ذلك أخذنا من أدلتهم ألا وهي 7، ثم فندناها تفصيليا وقلنا ليس في هذه الأدلة ما يعين مزاعمهم. ثم بعد ذلك أثبتنا الأدلة التي تثبت أن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يمت أصلا ولم يصلب ولم يقع الموت في حق المسيح عليه الصلاة والسلام. وفي الأخير نريد أن نثبت نحو 20 من الأدلة العقلية التي تثبت حسب الكتاب المقدس، وكذلك أيضا الأدلة العقلية بعد الأدلة النقلية من الكتاب المقدس. نريد أن نثبت أن الأدلة العقلية وهي تثبت أن الموت ما وقع أصلا في حق المسيح عليه الصلاة والسلام. ما هي الأدلة العقلية؟ الدليل الأول، لو سأل أحد من المسيحيين في أسفاركم أو في شركاتكم تستطيعون أن تجيبهم بهذه الأدلة العقلية أيضا. الدليل الأول، وإن كان المسيح هو الله فلماذا هو يحتاج أن يتجسد في الناسوت وأن يتجسد في العالم ثم يموت ويسهل للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ وإن كان هو الله أو من أحد التثليث فمعناه هو الله فيسهل له أن يعفو البشر من الأخطاء، ولماذا هو يأتي ويتجسد ويأخذ أطول طريق ويسهل له أن يعفو؟ لأنه هو الله. وكذلك أيضا الدليل الثاني العقلي هو،
وأين الدليل تستطيعون أن تسألون النصارى وأين الدليل والبرهان في الكتاب المقدس منصوصا أن آدم عليه الصلاة والسلام كان كلا على الإنسانية وخطأه يتوارث نسلا بعد نسل وتلك الخطيئة التي تنقذ